يقلها ياهو مصاب السطب قلبك يا مصونة خلاك طول الدهار منحولة وحزين. قالت أني قلبي من اللوعات ذايب ما تنحص جروح إلا فيني من المصايب. من صغر سني شافت عيوني العجايب ما جفت دموعي على خدودي هتون. يلا نبدأ وياها. أني شفت أمي الزهراء ما بين الباب والجدار مكسورة الضلعين وهي تصرخ بالأخماء. سامحنيها تقول وينك يا حيدر ما تجي وتشلع المسمار. وابوي طلعوا بالاعادي ملببين وشاهدت عيني والدي راعي الفراسه سيف ابن ملجم يوم صابه وشق راسه وما فاد بالضربه دواء وغابت انفاس. وشفت الخلايق للمقابر شايلين وشفت الحسن خويا جرع من كاس لسمو مرمي على فراش المرض ما يقدر يقول. ويلي ويلي بطش ظلت كبدتي تسبح بالدموع وبسهامهم نعشى الأعادي مصوبين. ها مولاتي بعد في مصيبة قالت أعظم مصيبة يا شيعة هذه اللي شيب الزينب نحلتها. تقول وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبره وشفت العزيز حسين مرمي فوق غبره وشفت الشمر بن عال صاعد فوق صدره. والله صدري وقبال عيني شال سيفه وقطع نحره وراسه المشكار بالأسنة معلقين. ومن بعد ما ظلوا على حر الوطية انهتك خدري وركبوني على مطية. والله دشاني بمجلس وساتر ما علي وقبال عيني راس اخويا مهشمين.